ازيكم يا حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب كلكم واسرتكم تكونوا بخير. النهارده زي ما قلت لكم بعد حلقه الجرينش هنعمل الكلب اللي هو اللي كان مع جرينش بيساعده اللي اسمه ماكس. هنطلع اللون البني، هو كان لونه بني على فكره، ده غير ماكس اللي هو في الكرتون بتاع سيكريت لايف اوف بيتس. ده احنا ان شاء الله هنعمله برضو بعد ماكس، بما ان الاثنين كلاب والاثنين في افلام كرتون والاثنين بنفس الاسم. طيب الفكره ماشيه ازاي دلوقتي؟ انتوا زي ما انتوا شايفين انا الاول كورت شويه، بعدين ابتديت اطبق ال السلسال اللي معايا اللي باللون البني ده بالمنظر ده. هنقوم حاطينه على الترابيزه بتاعتنا زي ما احنا شايفين. هنعمله ازاي ماكس ده؟ سيبوا لي الحته اللي قدام دي منفوخه شويه، يعني ده معناه ان انا هضغط في النص التاني، النص التاني اللي جوه ده. بصوا بضغط كده، بضغط اهو، افضل اضغط عشان اللي فوق ده يفضل عالي. بص كل ما اضغط تحت العالي ده زي ما هو. طيب وبعدين شيل الحتة الزيادة اللي فوق دي، ممكن نستفيد بيها. هنساوي الحتة بتاعته كده او راسه اللي فوق. تمام. انا عايز اقول لكم احنا قربنا نخلصه، تخيلوا، مع انه يعني كلب وصعب بس مفيش مشكلة. الحتة اللي احنا طلعناها دي بصوا بفضل ادوس عليها كده لحد ما تبقى طويله. دي الودان بتاعته، هنقوم حاطينها له هنا على جنب. ادي واحده وادي التانية. الله، ده الكلب ابتدى يبان يا جماعه. هندوس بايدينا الاثنين هنا اهو، حلو، عشان نعمل مكان العينين، وهندوس في النص عشان هنعمل المناخير لونها اسود. طيب هتولي كده اللون الاسود اهي. هقوم انا عامل ايه بقى؟ عاملها دايره، مكورها كانها بالمنظر ده، وهنقوم حاطينها هنا مكان المناخير. طيب وبعدين هنجيب اللونين الابيض وهنقوم مكورينهم بالمنظر ده وهنحطهم مكان العينين. ماشي، حلو الكلام ده، حلو. وبعدين فين العينين اساسا؟ اهو، هنجيب اللون الاسود تاني، هنعمل تكويرتين كده اهو، هنا وهنا. مش حلو قوي. هنقوم عاملين ماكس بيضحك، انا بس بقه كان صغير فانا هحط لكم هنا كده بالمنظر ده، وهنزل تحت شويه اهو، وفوق اهو اعمل له الحواجب. كان عنده شويه شعر منعكش، هنقوم منعكشين له الحبه دول. ادي ماكس يا جماعه، اتمنى يكون عجبكم. عايز اقربه لكم بالسكينه اهو. ادي ماكس الكلب بتاع جرينش، اتمنى يكون عجبكم وانتوا هتعملوا احلى منه 100 مره. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من حلقات صلصال العيله، اتصوروا مع ذا جرينش وماكس وابعتوا لنا الصور على الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك عشان نحطها ان شاء الله في الفيديوهات الجايه على الشانل بتاعتنا على اليوتيوب. باي باي.